السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله اخواتي، كيف ما تكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد المقبله سهله وسريعه التحضير بالكورجيت او القرع الاخضر. كنتمنى ان شاء الله تجربوا وتنال اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهذه المقبله هذه كيف ما قلت لكم في التقديم فهي تجي يعني شي حاجه اللي هي سريعه وسهله وفي نفس الوقت لذيذه، يمكن لنا نرافقوها مع بزاف ديال الاطباق. تمشي مع السمك، تمشي مع النشاوي، تمشي مع بزاف ديال الاطباق. غنحتاجوا لها على بركه الله عندي 4 حبات ديال القرعه خضراء اللي خديتهم حكيتهم دوزتهم في حكاكه غليظه وشحرتهم شويه ديال الزيت، يعني غير شويه واحد المعلقه ولا جوج ديال الزيت حتى وكان كتذبل لينا شويه هاد القرعه هذه. عندنا 2 حبات ديال المطيشه حتى هما خديتهم وقطعتهم هكا مكعبات صغيره، يمكن لكم تحكم واينما انا كنفضل يبقاو هكا مكعبات صغيره. عندنا 2 معالق ديال القزبره ومعدنوس مخلطين، عندي معلقه صغيره هنا ديال الهريسه ولا فلفله حمراء حاره، وعندي شويه ديال الكمون، عندي هنا شويه واحد طرياس كبير ديال الثومه، عندنا زيت الزيتون وعندنا طبيعه الحال الملح والابزار. هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي كناخذوا واحد المقلات او طاجين صغير او على حسب اللي بغات السيده، تنديروا فيه زيت الزيتون وتنديروا مطيشه. غادي ندير هنايا ثومه ضريس ديال الثومه. التوابل اللي عندي هي عباره على شويه كمون وشويه ديال السودانيه ولا فلفله حمراء، يمكن لكم ديروا فلفله حمراء حلوه، شويه ديال الملحه، شويه غير شويه الابزار لانني مستعمله السودانيه. غادي نخليو هاد المطيشه تقلى لينا مع هاد التوابل هادو حتى تقلى مزيان، عاد غادي نضيف عليها القرعه. هنا كتلاحظوا معايا اخواتي من بعد ما تقلات لينا هذيك المطيشه مزيان ويعني وطاحت، فتنحاولوا اننا نضيفوا عليها القرعه او الكورجيت او الكوسه او واحد شنو تيسميها. نحاولوا نخليو نحركو باش هذيك القرعه حتى هي تشرب من المكونات اللي درنا مع مطيشه. غادي نضيف دابا المعدنوس والقزبر اللي عندي، قلنا 2 معالق كبار تاع القزبر والمعدنوس. صافي غادي نخليها تنقل تشرب مزيان وكنحكم نقدموها بالصحه والراحه. كتجي واحد المقبله اللي رائعه كيف قلت لكم، يمكن لكم تقدموها مع الاطباق ديالكم. المقبله تاعنا اخواتي بالكورجيت كتلاحظوا معايا من بعد ما طابت فانا زينتها بشويه ديال الزيتون يعني حار، طبيعي الحال كيبقى لكم الاختيار. كتقدموا غير قلنا كطبق مرافق يعني السمك المشويات مجموعه ديال الاشياء. فكنتمنى اخواتي تجربوا وتنال الاعجابكم. الى عجبتكم بحال ديما تنسوا تديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد الى حلقه مقبله بحول الله.